حاسس ايه اللي اتغير فيك؟ حاسس طريقة تفكيرك بقت عاملة ازاي دلوقتي؟ هو اكيد بفكر بشكل نقدي احسن. بس العبره في الفلسفه مش الواحد يفكر بشكل نقدي، الفكر النقدي ده شيء جانبي في الفلسفه، ان الواحد مبدئيا يكون عنده دايما القدره ان هو يسال نفسه ويواجه نفسه بالاسئله، ده جزء كبير من الفلسفه، ودي حاجه من الحاجات اللي اكتسبتها، اني اسال نفسي دايما انا بتصرف بالطريقه دي ليه، او انا بعمل ده ليه في الاخطاء بس ولا حتى في الحاجات المظبوطه والصحيحه؟ بمعنى يعني اقصد ان هو انت يعني دايما ممكن تراجع نفسك في الحاجه. انا مش في محاضره، خلي بالك تعبان، حرام عليك يعني اقصد بلاش المعنى والكلام ده بالراحه عليا. يعني اقصد انت دايما ممكن تراجع نفسك في الحاجات الخاطئه اللي انت مارستها وعملتها، ولا في الحاجات الطبيعيه اللي ممكن تبقى انت برضو مش شايف ان فيها غلط؟ هي مش فكره مراجعه نفس قد ما فكره اني اعرف انا بعمل ده ليه، يعني مش مساله انا اعمل وافكر يا ده انا والله ده انا غلطت في كذا، يعني مش نوع من العتاب، العتاب الذات هو فعلا انا بعمل ده ليه، اني اكون عارف نفسي، عارف دوافعي، هل انا بعمل ده عشان انا طبعا في حاجه، هل بعمل ده علشان انا فعلا مؤمن بالفكره دي، ولا والموضوع جاي ازاي ايا كان الحاجه بقى. بالظبط صح كده، تمام، عشان الواحد يبقى متسق يعني بالظبط.